تجهز هذه الأم طفلتها لدرس جديد من دروس الباليه، تحث الخطى نحو التخلص من صدمات نفسية لازمت ابنتها ماريا بعد حرب إسرائيل الأخيرة على غزة. ومع بدء الدروس في مركز القطان للطفل، غادت ماريا اليوم أحسن حالاً. مشكلة الخوف هي راحت منها تماماً الحمد لله، رجعت تنام في سريرها بعد ما كانت تنام عندي في الغرفة الحمد لله، كمان بطلت تصحى مفزوعة في الليل، بطلت تشوف كوابيس، بطلت تشوف أحلام مزعجة. في صالة التدريب تختلف دوافع كل طفلة لتعلم هذا الفن، الملهم لهن جميعاً الرغبة في تعلم شيء مختلف. في بلد زي غزة راح تقول إنه دورة باليه كيف هذا بيصير، يعني بلد تحت الحصار، ظروفهم، كل الوضع اللي في غزة بتعيشها، بس بدي أقول لك ماشية بسهولة الدورات، كل حاجة فيها الأهالي بيلتزموا فيها، إقبال شديد عليها. لكن الإقبال ينحصر في الأطفال بسبب الطبيعة المحافظة للمجتمع. الأهالي بفضلوا إنه البنات يجوا للباليه الأصغر سناً، لما يكبروا البنات شوية بصير في تحفظ على موضوع الباليه هنا، فهذا اللي برضه بدي أقول اللي ما شجعناش كمان إنه نعمل الباليه للسن الأكبر. واقع ربما يفسر عدم تدخل السلطات في غزة لمنع هذا النشاط. صورة جديدة لأطفال ولدوا في زمن الحصار وكبروا على وقع ثلاث حروب إسرائيلية، ليجدوا في هذا النشاط فسحة فريدة لأحلامهم. محمد المشهراوي، سكاي نيوز عربية، قطاع غزة.